بسم الله وكفى سلام الله عليكم اخيار ميلو البا جوكتان وردك دقه دقال لدى يدقيمها مقال لدى بيدبو احرون تقبل كباي ميلان عوض دقال ساعد انك بدن قاتي وادو علوس اياك النعي دقال كاسو حسو قاضي ويرك ارك الشباب وعي كاسو قلين دوليت كمقال لدى بيدبو اقلو يقن بانقيامي هوب مقال لدى بيدبو اما ديقان لدى سيدوان aan lagu arkin oo cusub ayay ku soo weerarteen jilbaha la isu dhigay ciidamada qaranka Mainland maqaarsiib ay ugu horeeyaan ayaa jilbaha u aasay xiradi ay soo weerareen shan saldhig meel ay ku taal qiyaastii ayay markay samcanay ku soo dhawaadeen meeshaas iyada ah meedad fara badan ayaa dhulka la dhigay shan qarax ayay ku soo galeen oo macni dad isqarxinaya oo shan qofood ba isqarxisay markay ugu horeeyay كدبنا وحوي ميت كودا لدوبي ماشا ميدت كي اي دمعين مركا اني قاتان ويقادن كرواين قوادي اد اترى بدن او ان جوج جرين استيت كميلان او الشباب تكنيكو تدي سبنو سوغك الدويو او تن وطا اي ماركي سي معنيه دولات كمغالا باي دبي مادي مال قياستي اجرت اللباطن كيلومتر الى يشان 8 كيلومتر كدبنا وحاوي ميدد كودي أيي قاتين هدا قيبتا او قدن بيسي مركان لايف كسوغ لاي رصاص توي سعوتي ميدد كي قادن عين سحن باللول لاي نمان سراكيل سرسراء لغد دلي هران وحان ادن كوكو شاقنا ان ماركي سي الشباب مركي حسن شيخ محمود ايان دو ويدلو سمرب او تقاي مساري دي يساقو مركي شرين شباب ان قبل لدان ميلان لوسو ديري دونو مقالوين كاي قرحيو يدقال لأي كو قادي دونان سيدا سان ايدين لو داقني شباب حوقنا سوقلي ستيت كان سيدو كالي ماركي سي شالي يهبين هوري تيقلو حاكو دقال لماي الشباب بابه با اسكن ديگين عيدا ما عصوب او شبابا ايا يمادي تيقلو دقمدا تيقلو شبابا هايستا قوال كباكول ميلان كدبنا شباب كي عصبا ايا دوكان انتاي تاقين markaysay macnaheey cunta isaga soo qaatay lacagna ma dhiibin markaas kadib shabaabkii deegaanka xanaaqay laba saf bay u kala safteen shabaabkii hawiyaha iyo shabaabkii digli mirflaha jaftay iska gadiyeen markay dambi ciidamo culus baa yimaaday ilaa hadda waa lagu dhex jiraa oo waxa way rasaastoodu toos uma istaagin magaalada muqdisho awada dad badan baa ku dhamaaday markaysay rasaastii la furay tirada badnayd marka laga yimaado duqeymo hubiyeyaal ah ayaa magaalada caawa ka dhacaya kana dhacayay sahal meesha la yiraahdo oo eroborka ku taala basaska xasan sheekh maxamuud uu leeyahay macnaheey hubiyaha ku dhacay meel markaysay dhinaceeda ah meel eroborka hubiyaha ku dhacay saxafi kaalin shidaal u dhow waxaa la tilmaamay hubiye inuu ku dhacay meelo fara badan inuu hubiyaha ku dhacayo markaysay macnaheey magaaladu yacni كاوس ايه كجرا فوضا وحلو يقانو اما فتقلت داد فربادان وي دنتين داد وي داو عمين إلاي حدنا وحاوي وي دعاي هو بياش وي دعايان او ماركي سي رساستان ماركي قار وي دعايسا مقالة دا مقدش حال كدوا سيداسي تاليانيك هدان انو قنو مدح ويناها صوماليا حسن شيخ محمود يا ابي احمد حسن وحو ويس افقرتين somehow اس افقرشادي اس افقرتين لكن ولي مرد ما يسترمين حسن شيخ محمود وحو كتوك تمي إن بدن إن ديقل إمير فلي للا تومو أو إتو بيه هوية إي لصفتو أو ديقل إمير فلي لباب إيو مامل كودي لدوميو أو ماركي سي لقب صدر دول كودة لكن أرين تاسي أبي أحمد ودي دي وحو يري أديقا كومي آمينينو رير كاق هويينا ما آمينينو هرين نولاد دقال لمن تاريخ بان نوغو قران داد إس قد قدس بدنا تهين شالينا أرجحيسا نانسو درتين شباب كلا لده قال لما يبا إذنكا أبو ري مركا جيسكا أفريكوردن إنا تفيدنا قليسانا أعربتان مركا سا أوجد أنك ديقلي مرفلان كو كرسون هاي بقى لغو يري مالغا يابا مرنبا أما سرتي بان قرحينا إنا هديك لو حاوي هوشان وإنا نحوس يعني سقو إيماننا دربا واتي ما انت قولها أمان كي قرامة ميدو بي حدود دي صوماليا بضاها إير مدح براني دي صوماليا معني فراها لغا قادة اي تري وماركي سي الدنيا دا اي صوماليا اسو هيلي سي تانا وحي كتما دا اي مرايكنكا و اي صوغو اي كاقو انتهاي
إن ماركيس ما دام مرن بيوت كباب المندب بلاي كتاجن تاي الدون كعنضي وعني لها هذا إن بلاي ذا أن بلاي لو قدرن حاجة أن للدجيو وهذه بدن إتوبيا أي تكتن وأركا وقت الحاضر كان إن أي أرنت بنزين كوسي شدي كرتو إسلام أركا أنا كعرر أي بريكس أو إتوبيا ماركيس أي كوير شفتو أيا معنيه وحي جوان سو صار إن قولها أمان كي قرا مدى مدوبي صوماليا مدح بناني ديدا إن لا إلاليو لا دورو هذا أبي أحمد يو إسماعيل قيل ويس أوجين أولريدي قيل وحجر ورقة صقر وآت كو عطسان يسيد كولان دك دك أه إن أنا نقو يالانو ومعني إيجاد أي يالاتو أرنتان بدا صوماليا وحي إتوبيا كقبتو إن أنا سدقى يسنو وقو أيان دويدنا واتي أي قويس إتوبيا سيدا أد أوجيدين قيل مركو ورقة دو صوتوري ورقة دي مركو صوتوري أبي أما إتوبيا قيل فكرة أول بيساقالا سيدا فعدي ياسين وكو شاقي ماركيس قرمديس ماركا كون نقطيت ورقدي وا أقلادو ويري كلانك دق دق أه جبوتي اللقو قبانا يا أني قاشر قدو مين هاي حسن شيخ محمود أول ريدي وحا لقو يري جبوتي النوب بلانا محايت هاي ماركا وجدد اللي قلي شركان شركان وحا ووي آن كو قونيونو هولي وي دنبيسا ماركا هوي لقو لقلو هذا مفهم إيسا شالي هشيس كان أدانا لقلي وإسوا شي لنا عيادة مر مرتي فيلم بينا أخريس صومان ها أوكي وي جانا سيت توجذر مركان أنا قاعد توصي صور فريسان هنا قيل يا نيكلا يراد أبي كل إسكندنا عواي مرك حسن الشيخ محمود لحظة إن لقى شدال ربع سي سم هاو لو جو سعتسيو ربيتان كبط قاعدة شدا إتوبي أي دوني سبدان مر والبا سك استحيل دي حق إنه يكويشو وركوا فهمتين حسن الشيخ محمود برنامج كيسي ماشاسي أيو مريا قروي قروي هدان عادنو قروي هبين هوري فرولي وو بحي هبكي يرا او نمانك آرنجان اي هيستين ايوس وحو اتاقي نيكالا يرادو جمعالي وحو كورو جمعالو دقيسو مي مغليسا ها معني سعيد دنيا وحو ربي انو نمانك آرنجان هلو سير اسكسيو فرولتي وكور حلي وصبحي فرولي وحوي ما دي ماركيس وحوي يا سعيد عبد الله الدني سعيد ودغي سويري نمن كان وبابا ماركيس معني ارنجان للي باش اد ودغيس خيانه ما حد وسير اسينيسا انا كلا توراي هي فرولو بحي جمعالو اوتغي او طلي عيدمده ارنجان او عيسى محموده وحكو يرى ما يمغلي ها نيو نمان كان لبي قريه ايه هستين انا ايه كريستين بقاران قشدي نمان اه وحينين انه وصير دوشاد ايه كوكو هلان صحماه جمعالو انا ايه وحال اسي التليه معني تلياشا بنتلان لما قعابي دون ميت كبدا تلياها ادين كان ايه سينا ايه جمعالو اديك قادوه دارت لكني ما كان بدو ذاك بح ديار already ماركيس ديار أنا هاي مدحوينة دني إنا لشقيه بنت لان إنا توسط عدو وشقيه دني مركو حوش شقي دني يومي مغليها تليها إذا ماذا نما كان سي أنا جينا وسير كي إيه برنان كإيدك نما كان وحبه سينين إلا وحو كور هلا إن وسارة دمالية دلو دي برب أرنجان فرولي مركو ميدا سكسي هرتقي barnaanka loo turo waxa ma hayaan oo yiri afkooda la yirsanay maxay hayaan ciidan ma hayaan tala ma hayaan marka maalinta khamiista ah Saciid Cabdullaahi Dani waad arki doontaa isagoo u qudbadeynaayo ciidamadii mucaaradka sheeganayay oo dhahay waxaanu la dagaalamayna Saciid Cabdullaahi Dani dawladdiisa isagoo u qudbadeynaayo oo madaxweynaha dhahay salaan ay u saarayaan Dani waad arki doontaan hadii meedka cafiye aan la dhihin oo ma arkayse macnahe qorshaan wax iska bedelin هذا حسن شيخ محمود حالي سقو طلياني قد جوجا مركو مقعاباي وسيرة قار ومعني حمسة ورقد اللو قيناي وحاقرشاه كجري إن نمانك اللي إرادة آران جان وسير إيه أو فدرال على السيو قيانة فيريا وسير كإيه ده فدرال كوليبو حال ربي إن لو ديباني اللي حسن شيخ أبقال
isla markii xasan sheekh maxamuud waa la hadlay waxaa la hadlay niman xaaladda ka warqabay waxaa lagu yidhi xasanow dhiiqaad isku wadaa sabab nimanka aad rabtid inaad wasiir u magacaawdo wejigana waxaad isaga xumayn doontaa puntland iyo dowladda cusub ee deni oo hadda shan sano cusub heshay haddaad u magacaawdana wax kuuma qaban kari doonaan marka sidaasi daraaddeed waqti ha isaga dhuminin sidaasu xasan isagana wuu booday xasan shire abgaal iyo aran jan iyo xasan sheekh ay waxeen oo talyaaniga jooga way waxeen way waxeen way waxeen taleefon ma qabanayo xasan sheekh maxamuud wuu booday horta nimanka macnihi aran jan macnihi sidaasay xaaladooda ay noqotay siyaasaddana sidaasaa la isugu gaadgaadaa mar walba halkaasay ku dhammaatay dhulkan shabeellada hoose shidaalka ku jira iyadana waa laga wada hadlay talyaaniga xasan sheekh maxamuud waxay aada uga wada hadleen shidaalkaasi ma ku dhici karaa dhulkii hadda isaga male howlahaasi faahfaahintooda dib ayaan idinka siin doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo waa ay inoo nusan yihiin fayruska dadka macnihii soo wadaa iyagay u taallaa annagu uma joojinayno ciyaarihii ee koobka hawiye markuu soo dhammaaday ama hiraab maantay oo ma arkayse macnihii gebagebe ay noqotay villa soomaaliya waa lagu shaahay caawa waxaa ku shaahay mahad salaad iyo qoliyo habar gidir ah iyo wasiirka diinta iyo awqaafta federaalka soomaaliyeed sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur shaahooda waxaa laysku keenay sheeko ah macnihii ciidamadii lagu laayay caad ciidamadii lagu laayay galhareeri dowladda ay qarisay iyo macnihii ciyaartii maantay caawa sidaan uga faalloonaayo wixii ayaa laysku soo qaadqaaday waxaa la yidhi nin macalinka lugeyla leeyahay ayaa macnihii ciidamadii fashiliyey waxaad ogtihiin ciidamada ma ogtahay toban toban iyo labaatan labaatan kotokoton in loo duugay aas wadareed caad kun iyo afar boqol oo askari kun iyo afar boqol oo askari waxba laguma hayo gacanta aas wadareed ma taqaanaa toban toban labaatan labaatan soddon soddon afartan afartan kotokotonaa loo duugay ciidamada soomaaliya dowladdana maanta ilaa iyo hadda hal askariya naga dhinta ma dhihin marka ninkaasi wuu sheegay siduu u sheegay aan u qarinay shabaabna way soo bandhigeen ciidamadii oo la laynaayo baabuurtii ay qabsadeen ummadda way arkeen ciyaartiina wuu ka faallooday macnihii abgaal maanta in miinooyin loo aasay khiyaanadii ciyaartan ay soo martay taaka taako u sheegaayay dad inay dhaawacmeen inay dhinteen maanta in ma arkaysa macnihii dad dhiiggooda oo shumeen ninkaasi roobow meeshuu fadhiyaa macalinka lugeyla leeyahay roobow waa soo booday wasiirkeenni diinta oo u dhashay digil iyo mrifle wuxuu yidhi ninkaasi cidda u waranta villa soomaaliya ay ku jirtaa wuxuuna yidhi waa un digil iyo mrifle cid kale ma ahan markaasaa waxay ku dhaheen habar gidirtii roobowow ninkaasi garowana ma digil iyo mrifla uga soo hadla hargeysa ma digil iyo mrifla uga soo hadla adiga nafsadaada afar sano markii lagu xiray ninkii kuu doodaayey xabadda markay kugu fakatay sheegi jiray xaaladaada markii habarqadiijo lagaa sheegi jiray waa sooma ahan markaasaa wuxuu ku yidhi cid allaaliyii kuwa ii doodi jiray ii qaylin jiray afartii sano aan xidhnaa aniga ma dirsaninuu yidhi waxaana jecelahay dhammaantood in la laayo dal iyo dibad meel walba ay joogaan aniga ma dirsan ii hadla ma dhihin ii dooda ma dhihin in la laayo ayaan jeclaan lahaa buu yidhi meeshii lagu arkay in la dilo nimankaasi roobow waa kaas marka meeshaasi dad idinkama soo jiro digli miriflow xumaan ma ahan qofku wuxuu yahayna waxna ugu dari mayno waxna macnihii ka jari mayno dadka macnihii dowladda soomaaliya digli miriflow meelaha la idinku xirxiraayo kabtankan hadda laba xidiglaa xiran oo u dhashay weliba roobow ilmaadeere yihiin dadka laga sugaayo inay soo daayaan waa noocaasi marka roobow waxaan hadda aaminsanahay
annaga markaan u doodayno gaalo inaan nahay buu u haystay. Gaalo inaan ahayn, dad gaalo oo macnihii meelaha taagtaagan xafiisyada qaylinaya, saasuu u haystay. Please, waan u jeednaa qormada Moha Zaki, please, fursad sii sabuuradda dadka, please. Si kastoo ahaataba, roobow cawada koor kama quusan. Ilaahay naxariistiisa lagama quusan Soomaa. Laakiin cawada koor aniga aadan ah weligay kama quusan, laakiin caawan ka quustay. Waa ka quustay roobow. Roobow wuu ku daayay. Aadan madoobe isagana rajadii ugu dambaysay cawada iska dhig. Aadan madoobe ninka la yidhaahdo Xasan Sheekh Maxamuud oo inta taagan waa. Haddii Xasan Sheekh Maxamuud aad aragtid, aadan madoobe waad aragtay. Haddii aadan madoobe aad aragtid, Xasan Sheekh Maxamuud waad aragtay. Ogsoonow intaas. Intaas isagana u dhaafi maayo. Ama ma arkaysa macnihi taageer, ama ha taageerin, ama adeerkay waa dheh, ama ha dhihin, ama macnihi qadiyad buu ii wadaa dheh, ama ima wada dheh. Dadkaasi sidaasay noqdeen. Haddaba, ayaan dhaweyd marka waxaan hore idinkugu sheegnay gobolladan Maylan in Xasan Sheekh Maxamuud iyo masaarida dhuusamareeb ay ku shireen qubaro in shabaabka lagu shubo gobolladan Maylan way soo buux dhaafiyeen. Laakiin waxaa nasiib darra ah dadka digil iyo miriflaha la leeyahay oo xaafadoodii la googooyey iyaga un duulaan lagu yahay, aabbaha orod dil, hooyada qarxi, ma arkaysa guriyiina gub haye, adeerkaa madax ka go, walaashaa macnihii dhuunta ka jar, saqiirka dhuunta u fariiso haye. Dadkan soo horkacaya, fiiri, baydhaba markii ay macnihii Puntland la heshiisay, ya, oo ma arkaysa macnihii damo jadiid in la iska qabto dowladdan Hiraabka, go'aan lagu gaaray, ya, state-kan hala weeraray la yiri. Soo ma aragtid, shabaabka waa hawiye, way isla shaqaystaan, waa hoos ka sii wixii ay dhihi jireen. Villa Soomaaliya kuwa hadda fadhiya iyo shabaabka isku siyaasad isku mid ay u wadaan. Baydhaba laba habeen ay shirtay iyo laba maalin sidii aayaheeda macnihii digil iyo mirifle iyo biyomaal aayahooda say u samay dowladda waa la weeraray. Soo ma jeedid, wixii xagga jiray oo dhan intaa loo soo diray. Marka waa salbalaar oo cimaamad wadato wa haddana. Intaas haddaa garateen khayr, haddaydna garan nasiibkiinni. Marka magaalada Caawa meel walba waxa way hoobiya ka dhacaya Muqdishona, jawiga ma degana, xaaladdu ma saxna, waxa way baydhabana macnihii dagaal culus baa ka dhacay, laakiin meydadkooda la daadiyey. Xasan Sheekh Maxamuud dhexdaa la gashan rabaa, xajadu waa hadha. Marka nin dhan madaxweyne ah asxaan ma ii samaynay, haa abi, wax walba waa ku ogolahay, waana kula shaqaynaa, digil iyo mirifle kaliya inaan qabsaday ii ogolow. Bal weligaa ma aragtay madaxweyne Soomaaliyeed. Waa idin salaamayaa guuleysta Firdowsa.